وفقرتنا الأخيرة لسه مكملين ومعانا مجموعة شبابية هي من خير شباب مصر تحديدا، برضو يمكن لسه كان الفقرة اللي قبلينا من هنا ولسه مكملين في جنة. هم تحدوا العديد من الصعاب، خاصة ان الصعيد بيعاني بالعديد من المشكلات والوصول لتحقيق الأحلام. النهاردة معانا نماذج مشرفة جدا، معايا الباشمهندس أحمد عمر، هو نائب رئيس برلمان الشباب الأفريقي ومدير تسويق ومحلل بيانات بشركة إستي، وكمان نائب منسق نموذج محاكاة الأمم المتحدة، وأيضا مسؤول عضوية مبادرة موهبتك بقارة أفريقيا والعديد من المجالات. أهلا بيك يا أبو حميد. أهلا بيك يا فندم. كمان معايا النهارده المهندس عاصم عبد العزيز، هو المدير التنفيذي للشركه ومسؤول تسويق العديد من الشركات المصريه ومهندس بيانات. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك استاذ فادي. انا حابب ابدا الاول طبعا مع عاصم، عارف لي للساده يعني انا كمواطن بسيط دلوقتي مش عارف ايه استي، اختصارا لايه كده، عرفها لنا بشكل مبسط. والله انا كنت حابب استغل وجودي هنا قبل ما نتكلم عن الشركه وقيام الشركه وايه هي الشركه دي اصلا، كنت حابب اوجه شكر للناس او للمجموعه، هي مش شخص واحد، اللي هيئت المناخ ان احنا نظهر في مكان زي ده ويكون اسس شركه وتوفر لنا كل الامكانيات. الاستاذ الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعه كان مساعد كبير جدا جدا، عميد كليه الهندسه الاستاذ الدكتور جمال تاج، برضو نائب او معالي النائب ابو الفضل بدران كان من الناس الداعمه كبيره جدا جدا للشركه. يمكن هو ده الشخص اللي كان داعم في اساس الموضوع، نائب معالي النائب ابو الفضل بدران. ده كان في البدايه كنت حابب اتكلم عنهم، لان ما ينفعش نبدا كلام عن الشركه من غير ما نتكلم عن الناس دي، فده كل الشكر والتقدير. طبعا نتكلم عن الشركه، ايه هي اس تي اناليتيكا او ستاتستيكال اناليتيكا؟ الشركة شركة تحليل بيانات قائمة على التحليل الإحصائي والاستطلاع، فباختصار تقدر تقول هي شركة لتحليل البيانات وإجراء الأبحاث التسويقية واستطلاع ودراسات الجدوى. تمام. طب ده كده احنا عرفنا التعريف الشركة، ولكن حابب أعرف إن أنت قلت لي قبل الهوا إن في شخص مهم كان أحد مؤسسي الشركة، فأنا حابب أعرف مين الشخصية ووظيفتها إيه في الشركة معك. حابب أشكرك جدا إنك لفتت نظري للبشمهندس محمود. باشمهندس محمود عبده برضو من أعضاء المؤسسين للشركة، وهو محلل بيانات ومسؤول السوشيال ميديا عندنا. هو حاليا القائم بأعمال الشركة في إنا، لأنه ما قدرش يجي بسبب ظروف شغله، فده برضو من أحد الأعضاء المؤسسين يعني للشركة، وكان من كبار برضو الأعمدة في الشركة عندنا، بس هو زي ما قلت ما قدرش يحضر بسبب ظروف الشغل حاليا. تمام. حابب اعرف منك يا باشمهندس احمد دلوقتي بصفتك مدير تسويق شركه اس تي، حابب اعرف الفكره جاتت ازاي وتحديدا امتى، وحابب اعرف مراحل كل التطور اللي كانت في الشركه. قبل كل ده فادي، الشركه او العمل الحزبي والمجتمع، وانك تكون شخصيه نشطه في المجتمع، ده بيعرفك على ناس شبيهه ليك، ليهم نفس الأنشطة، ليهم نفس الاهتمامات. يمكن كانت بدايتنا احنا يعني حسن توفيق، اشتركنا في أعمال تطوعية كتير جدا، واشتركنا في عمل حزبي. كان أول تعرف لينا كان من خلال حزب رادة جيل، من خلال تأسيس أمانة جينا. فالحزب كان بينتقي كيانات شبابية عندنا تكون لها دور فعال، يكونوا مشاركين في العمل السياسي قبل كده، وشخصيات نشطة. فمن هنا تعرفنا بقى أنا وعاصم، البشمهندس عاصم والبشمهندس محمود، بنشترك في نفس الاهتمامات. النقاشات المطولة ما بيننا اللي كانت دايما بتثمر بافكار جديده، منهم كانت فكره الشركه فلترايزر جروب. بعد كده ما حلفناش الحظ في الشركه، كملنا برضه بافكار جديده اخرى في اس تي اناليتيكا، والحمد لله يعني ربنا وفقنا في الشركه. طيب انا حابب اعرف منك عاصم، ايه مجالات الشركه؟ هل هي مجالات متنوعه؟ وايه افضل مجال فيهم؟ والله بص، احنا ما نقدرش نقول افضل مجال فيهم، الكلمه هنا مختلفه شويه.
يعني احنا عندنا في اس تي مثلا بنقدم دراسات الجدوى، وبنقدمها بشكل مختلف عن دراسات الجدوى التقليديه. بنقدم كمان استطلاعات الراي، واستطلاعات الراي عندنا بتشمل اعداد ضخمه جدا، فانت هنا بتاخد استطلاع راي حقيقي وممثل للشارع في نفس الوقت. كمان بنقدم حاجه اسمها تصميم الاجهزه الافتراضيه وتصميم السيستمز. يعني احنا دايما بيبقى فيه مجموعة شركة مثلا عاوزة تربط كل الأجهزة بتاعتها بسيستم واحد، احنا بنقدم الخدمات دي. كمان بنقدم خدماتنا للشخصيات العامة وللنواب، سواء مجلس الشعب والشورى، النقابات والمحليات. تقدر تقول احنا عندنا قائمة كبيرة جدا 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 من الخدمات اللي من خلالها ممكن أي حد، شخصية عامة أو أعمال، ممكن يستفيد بيها. الموضوع زي ما قلت لك ما هواش ممكن يتقال في 5 دقائق. الشركة عندنا بقالها النهاردة 3 سنين أو أكتر، تقريبا 4 سنين من بداية التأسيس. كل يوم بنضيف مجال جديد للشغل، يعني كل شوية بنطور في الشغل أكتر. والتحول الرقمي ده كان عامل مهم جدا جدا، لأن ده السوق الجديد. أنت عارف بعد فترة كورونا وخاصة الأيام اللي فاتت، شفنا أن كتير جدا جدا من الوظائف انتهت وبدأت تحل محلها الوظائف الإلكترونية دي. طيب أنا حابب أعرف منك يا أحمد، ان دلوقتي احنا كان طبعا كانت منورانا في الفقره الاولى الدكتوره رهام، وتحدثنا عن رقمنه الدوله. حابب اعرف منك رؤيه ومعايير شركه اس تي اللي بتتفق مع توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في رقمه في التحول الرقمي للدوله. هي مش رؤيه مصر فقط، ده رؤيه العالم. ده يمكن احنا يعني اتاخرنا في عمليه رقمنه الدوله. الكلام ده كان المفروض يحصل من سنين عدت، بس احنا يعني كانت الظروف والمناخ في مصر وقتها غير موفق لينا. قبل ما نتكلم عن رقمنة الدولة والتحول الرقمي، لازم نتكلم عن الربط ما بينها وما بين تحليل البيانات. احنا اول حاجة بنعملها ان احنا بنعمل التحول الرقمي، بنستغل التحول الرقمي بعد كده في خطوة تانية اللي هي تحليل البيانات. يعني مثلا مؤسسة مثلا زي فيسبوك بدأ، أول ما بدأ تحويل رقمي، إن أنا أجمع مجموعة بيانات وعملاء عندي، بعد كده بستغل العملاء في إن أنا أحلل بياناتهم، أشوف مين مهتم مثلا بالقراءة، مين مهتم مثلا بإدارة الشركات أو ريادة الأعمال، مين مهتم بالتدريبات. من خلال ده كله بزود نسبة الوصول. فده التحول الرقمي وتحليل البيانات. تمام، أنا هوقف معاك، ولكن هاخد عاصم. إن دلوقتي أنا كمشاهد أو كمواطن بسيط، أنا عايز أعرف إيه الفرق أو أوجه المقارنة ما بين الهاكر وما بين تحليل البيانات. هي أنا بصراحة اتبسطت جدا جدا بالسؤال، ودي نقطة بنعاني منها كتير، إن الناس مش عارفة يعني إيه تحليل بيانات وإيه الفرق ما بينه وما بين الاستيلاء على البيانات. في يعني المفهوم والكلمة فرق كبير جدا جدا. تحليل البيانات باختصار هو أنت بتعرف، أنا عاوز أقدم منتج معين، فأنا عاوز أعرف مين اللي هيشتري مني المنتج ده، وبنسبة قد إيه هيشتريه، والمنتج ده يتغلف بتسويق أو بيتغلف بالباكج كده إزاي عشان الزبون أو العميل يشوفه كويس. ده يختلف، دي اعمال في البيزنس، فهمني يا استاذ فادي. ولكن احنا بنتكلم في الهاكينج، لا الموضوع مختلف. الموضوع انا بستولي على بيانات شخص معين وبابتز بيها، واقول له لا، المقابل البيانات دي انا هاخد فلوس عشان ارجعها لك او عشان احذفها. ولكن تحليل البيانات شيء بيسهل جدا 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 على الشخص نفسه انتقاء الحاجات اللي هو عاوز يشتريها. يعني من تحليل بتعرف انت ايه اللي انت عاوزه، فاهمني؟ فلا انا بصراحه سعدت جدا بالسؤال، وده نقطه ممكن يكون في ناس عندها لبس فيها، وسعدت جدا بصراحه بالتفريق ما بين التحليل والاستيلاء على البيانات. تمام. طيب انا دلوقتي هاخد احمد، عايز اعرف منه اهميه تحليل البيانات وتنصح الناس بايه. اهميه تحليل البيانات يا فادي تكمن في الوصول. انا لو عندي بطاقه الكترونيه، تمام، العميل هبقى عارف هو بيحب ايه، بيكره ايه، بيتابع ايه، اهتماماته، نشاطاته. من خلال ده انا بوفر له اللي هو محتاجه، بعمل عمليه تسهيل
تسهيل للوقت، تسهيل للجهد، وده اللي بتحاول تقوم بيه الدولة حاليا من خلال رقمنة الدولة والتحول الرقمي، ان انا يكون معايا قاعدة بيانات، من خلال قاعدة البيانات دي استغلها، اعرف الناس اللي تستحق الدعم بجد، اعرف الطلبة مثلا اللي محتاجين تدريبات، اقدر اعمل اي حاجة بتحليل البيانات طالما انا عندي قاعدة بيانات كبيرة. طب عايز اعرف ابرز الاعمال اللي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية. بتعرف تعد لحد كام؟ قول نسمع. يعني انا مش هتكلم في الفترة الماضية بس، انا هتكلم في اخر شهرين بس. الشركة اس تي هنقول حققت ايه وهنشرح بالظبط واحدة واحدة. ممكن نتكلم عن ادارة حملات ما لا يقل عن 7 نواة، او مش متذكر العدد بالظبط استاذ فادي، انا مش مجهز السؤال بصراحه، انت فاجئتني يعني في فكره اشتغلنا قبل كده. ممكن نتكلم مثلا في اداره حمله 7 نواة مجلس الشعب. طب ابرزهم اهم شخصيه وهل حققت نجاح كبير ولا لا؟ يعني انا عايز اعرف ده. ممكن نتكلم، احنا عندنا نواب كانوا من اسكندريه، القاهره، الجيزه، كفر الشيخ، الدقهليه، ومحافظه قنا طبعا اللي احنا منها. بنتكلم في نسب تأييد، قدرنا نتكلم مثلا في احد الاشخاص، لا انت نسبه تاييدك في الشارع المصري، حقيت الناخبين اللي هيدوك نسبه تاييدك منهم من 100 كان في 2. طبعا. بعد شغلنا وبعد اسبوعين بس النسبه دي بقت 24%، فلا دي نسبه تاييد لما بتقيسها على عدد الاصوات بنتكلم في 15000 صوت. فالموضوع هنا بنتكلم ده في الاعمال السياسيه، ممكن نسميها في الانتخابات بتاعت الخاصه بمجلس الشورى، انتخابات مجلس الشعب كذلك نفس الفكره. نتكلم مثلا في الاعمال والاقتصاد، كان 3 من اكبر 3 شركات في جنة كانت بيشتغلوا معانا، وكنا بنقدم خدماتنا ليهم سواء في دراسات الجدوى المتقدمه، واحنا بنسميها دراسات الجدوى المتقدمه انها بتختلف عن دراسات الجدوى التقليديه اللي الناس بتبدا بيها الشغل هنا. عندنا كمان حابب اضيفها تصميم الاجهزه الافتراضيه والانظمه وانظمه الحمايه، وده مهم جدا جدا، لان السؤال بتاعك كان مرتبط بحاجه اسمها الهاكينج. لا احنا ازاي بنحمي الكاستمر بتاعنا من الهاكينج، وان السيستم بتاعه نقدر نحافظ له عليه ومفيش اي حد يقدر يخترق بياناته. لغايه النهارده مثلا نقدر نقول خلال الشهر اللي فات. طب انا حابب اعرف، هل تحليل البيانات له برامج معينه غير البرامج اللي بتستخدم في الهاكر؟ اكيد طبعا يختلف، زي ما قلت لك انت هنا غرضك تسهل على الناس ولا غرضك تسرق بياناتهم؟ سرقه البيانات دي جريمه يعاقب عليها القانون المصري مثلا، واكيد حضرتك عارف. هو المجال بس الخلط اللي بيحصل ان المجال متقارب. ازاي متقارب؟ يعني الهاكر بيسعى للحصول على البيانات عشان يستغلها بشكل خاطئ. تحليل البيانات انت بتحاول تجيب البيانات عشان تستخدمها في مسارها الصحيح، في تسهيل خدمه. ده اللي عامل يعني خلط ما بين مجال الهاكر مجال تحليل البيانات، بس الاثنين مختلفين خالص. تمام. وزي ما قال احمد، احنا كمان بنقدم خدمات ازاي تحافظ على السيستم بتاعك وازاي تحافظ على بياناتك. انا حابب اعرف اولا، هل كل اللي في الشركه هم اعمارهم في العشرينات ولا في مثلا شخصيات في اعمار كبيره؟ كل اللي عندنا في الشركه لغايه النهارده احنا كان عندنا فوق ال 200 شخص. احنا الشركه اصلا، عارف فادي، حابب اقول لك نقطه مهمه برضه. الشركة قائمة على فكرة الفريلانس أو العمل الحر. من بعد كورونا الناس بدأت بتشتغل من البيت، كل اللي عندنا بيشتغلوا من البيت. كوادر شبابية. تمام. طب إيه رأيك في دعم طبعا الدولة للمشروعات الصغيرة والناشئة؟ والله أنا شايف الفترة الحالية من وجهة نظري طبعا أن الدولة بتسير على خطى ثابتة. يعني إحنا بدأنا بالبنية التحتية، بعد ما بدأنا بالبنية التحتية وشبكة الطرق وحصلنا الكهرباء وكده، فالجو بقي مؤهل مصر المناخ ايه اقتصادي. تمام. انا حابب كمان اعرف منك ان دلوقتي انا كشاب بسمعك حابب انضم ليك، هل ليكم مثلا بيدج على الفيسبوك تحبوا تقولوه ان الشباب، وهل دوت قاصر على الصعيد بس ولا على مستوى محافظات مصر، خاصه ان انتوا اول شركه في صعيد مصر؟ احنا عندنا البيج على الفيسبوك، وعندنا لسه حاليا بيتم انشاء الويب سايت. الموضوع معقد شويه عشان كده اتاخر، ولكن احنا بنقدم خدماتنا في الكويت مثلا، السعوديه، الجزائر، مصر. حاليا عندنا عرض عمل كان خاص بالتسويق وكده في امريكا. تمام. فاحنا مش هنسافر، ولكن احنا بكل الاعمال بنعملها من المقر عندنا في قنا، ولكن احنا الكاستمر بتاعنا مش مرتبط بمكان جغرافي معين. دي نقطة. النقطة الثانية، ازاي تتواصل معانا؟ في عندنا الصفحة على الفيسبوك،
ودي احنا بنحاول نوصل للكاستمر اسهل، فالفيسبوك هو اسهل طريقه، فمش عاوزين نزود وسائل التواصل الاجتماعي، لا احنا عندنا الفيسبوك ده الواجهه الرسميه بتاعتنا. تمام. وعليها ارقامنا كلها. طيب انا دلوقتي حابب اعرف منك يا احمد، طبعا ان انت كنت خاصه زميل دفعه وانت خدت العديد من التجارب والانجازات والمجالات وحصلت على العديد المراكز سواء هنا في مصر او بره مصر، حابب اقول تجربتك للشباب تحب تقول لهم ايه، وايه كمان اللي تحب تقوله للدوله؟ انت دلوقتي نموذج، يعني انا يمكن قلت ان انت وماسك نائب رئيس برلمان الشباب الافريقي ومنسق امم المتحده والعديد من المجالات، فحابب اوضح لكل الشباب اللي بيسمعنا رسالتك ليه ايه، وكمان رسالتك للدوله. هو اهم حاجه انك انت ما تيأسش. الجيل بتاعنا اتظلم يا فادي في حاجات كتير هو ملهوش سبب فيها، اتظلم في العمل، اتظلم في التعليم، اتظلم في حاجات كتيره جدا. يعني مثلا يعني على سبيل المثال دفعتنا احنا طالع منها كوادر شبابيه يعني قيمه بتفقدها البلد، خساره على. طب رسالتك بسرعه كده لكل الشباب والدوله في عجاله جدا. رسالتي للشباب والدوله ادونا غايه حتى لو كانت مكسوره، واحنا مستعدين ان احنا نجبسها، بس الدوال. تمام. انا بشكرك جدا يا باشمهندس احمد وباشمهندس عاصم، نورتونا وشرفتونا في مفتاح الامل، وان شاء الله يكون طاقه امل وشعاع امل لكل اللي بيسمعنا، واتمنى ان الدوله تلب كل متطلباتكم. بشكركم جدا. النهارده كان معانا احمد وعاصم، كل الشكر والتقدير ليكم. استنونا الحلقه الجايه كل يوم جمعه.